المناقشات اللي بتجري داخل الاتحاد الاوروبي اللي بتتكلم على حاجة زي باسبور اللقاح ان هنعمل زي وثيقة للناس اللي تلقت اللقاح او اللي جالها المرض خلال فترة قصيرة الناس دي تقدر تسافر بسهوله داخل دول الاتحاد الاوروبي المختلفه يعني على على الظاهر طبعا بتبين انه هاي محاوله لانه باسرع وقت ممكن نحن نحاول نرجع السياحه التجاره البينيه العلاقات البينيه يعني نوصل لوضع مو نرجع للوضع الطبيعي 100% مثل ما كنا عليه نخلق وضع طبيعي جديد يسمح بالحركه بين الدول المختلفه من جديد يعني هذا شيء متوقع بس المشكله بت... انه انه هو عم يقولوا انه هذا الاجراء حيكون مؤقت شو معنات مؤقت انه احنا نربطه بقرار منظمه الصحه العالميه منظمه الهو انها تقول بمرحله ما انه الجائحه انتهت وقتها كل الامور بترجع لوضع الطبيعي وهون هي بالحقيقه بالنسبه لي القصه وصلب الموضوع انه الجائحه لما بده يصير في اعلان انه انتهت ما ممكن هذا الاعلان يصير لمجرد انك انت اخذت لقاح لانه لازم يكون في استمراريه باخذ اللقاحات مع الوقت لانه نحن نعرف انه اللقاحات رح تكون دوريه ممكن كل سنه ممكن كل سنتين لازم تكون اليه انتاج وتطوير وتوزيع هاي اللقاحات على مستوى عالمي بالحقيقه موجوده واليات موجوده